إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بالتقوى، وأن نكون له سبحانه في جميع الأحوال على ما يحب ويرضى، وأن نكثر من ذكره جل وعلا آناء الليل وآناء النهار، فإن ذكر الله تعالى تجارة أولي الألباب والنهى، وعنوا بالتهليل على وجه أخص، فإن ذلكم لمن أخلص فيه لله تعالى سابق بشارة، وللخاتمة الحسنى أمارة، ناهيكم بما يترتب عليه من ثقل الموازين ورفعة الدرجات وعظم الحسنات وتكفير الخطيئات والذكر في الملأ الأعلى. عباد الله، التهليل مصدر لفعل منحوت من قول لا إله إلا الله، لما في ذلك من رفع الصوت بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، التي رفع الصوت بها شرط للدخول في الإسلام، وكذلك يرفع الصوت في كل موطن شرع الله تعالى رفع الصوت بها فيه، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعة لله جل وعلا. وأقل ذلك أن يسمع المرء نفسه في التشهد ونحوه: أيها المسلمون، إن لا إله إلا الله أماتني الله وإياكم عليها كلمة التقوى والعروة الوثقى وآية الدخول في الإسلام ومباينة أهل الشرك والبراءة منهم ومن شركهم، وهي كذلكم أساس الملة وقاعدة الشريعة وشرط قبول العمل وجواز عبور السعداء إلى الجنة فضلاً من الله عز وجل، فإنها مفتاح الجنة وسيلة الشفاعة، فيجب على المسلم أن يكثر منها وأن يحققها علماً بمعناها واعتقاداً لما دلت عليه وعملاً بمقتضاها وبراءةً مما ينافيها وينقصها، فيقول لا إله إلا الله معتقداً أن لا إله حق إلا الله، مخلصاً العبادة لله وحده دون من سواه، متبرئاً من كل معبود وعبادة لغير الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أيها المؤمنون، لقد ذم الله جل وعلا الكفرة المعرضين عن كلمة التوحيد لا إله إلا الله بقولهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ولقد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يجهر بها مغتبطا بتوحيد الله عز وجل بها، مرغما لآناف الكفرة وذويهم، فقال وهم يكفرون بالرحمن: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، كما أخبر سبحانه أن هذه الكلمة العظيمة كانت مفزعا ووسيلة نجاة لعباده الصالحين وأوليائه المفلحين عندما تنزل بهم الحوادث المفاجئة والكرب الثقيلة. قال تعالى: وذا النون، أي اذكر ذا النون إذ ذهب مغاضبا، أي مغاضبا لقومه، فظن أن لن نقدر عليه، يعني أحسن الظن بالله أن الله تعالى لن يضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى:
فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، كما أخبر سبحانه وتعالى في آي كثيرة أن هذه الكلمة هي التي بعث الله تبارك وتعالى بها رسله وأنزل بها كتبه وجعلها هداية لخلقه، فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيحوا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين. أيها المؤمنون، وكم في التنزيل الكريم وهدي الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم من آية محكمة وحديث صحيح صريح في الحظ على الإكثار من لا إله إلا الله، وبيان حسن أثرها على قلب قائلها وسلوكه وعمله، وأثرها عليه في عاجل أمره وآجله ولقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان كثير اللهج بها والتذكير للأمة بشأنها. ومما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، رواه البخاري. وفي ذلكم تنبيه على أثر هذه الكلمة في تثبيت المؤمن عند السؤال في القبر، وأن يجيب جوابا صوابا يحمد عاقبته في مستقبله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد، ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ وفي السنن أيضا بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وفي الترمذي وهو ثابت بمجموع الشواهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم يدعو بهن ويقولهن عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. وفي الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة إذا سلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيها المسلمون، وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وكان صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمة تكون كالطابع على ما في المجلس من عمل صالح، وإن كان فيه لغو كانت كفارة له. وكان صلى الله عليه وسلم
إذا رجع من سفره قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون، حامد آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وكان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من منامه قال لا إله إلا الله إلا أنت، سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، ربي زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى وإذا أصبح قال أصبحنا أو أمسينا، وأمسى الملك لله رب العالمين، الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أيها المؤمنون تذكروا أن التهليل مرضاة للرحمن وحرز من الشيطان، وبه يحصل الثواب وبه الأمنة من العذاب، وبه يقرب الله تعالى من العبد، وبه يذكر في الملأ الأعلى، وبه تثقل الموازين، وبه تحط الخطيئات، وبه تعظم الحسنات، وبه ترفع الدرجات، وبه تحصل الخاتمة، وبه يثبت الإنسان في القبر وهو كالطابع على العمل بقبوله، وهو أنس لصاحبه في قبره، وجاه له يوم حشره ونشره، ووقاية له من النار حال المرور على الصراط، وسبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وموجب لرحمة الرحمن، وهو مفتاح الجنة وسبب في رفعة الدرجة فيها. فأكثروا من قول لا إله إلا الله ما دمتم في حال الرخاء، تسهل عليكم وتيسر لكم عند الشدة. وتذكروا أن أعظم شدة تواجهونها قبل الآخرة حال النزع وعند السؤال في القبر، فأعدوا لذلك قول لا إله إلا الله عن إخلاص من القلب وصدق ضراعة إلى الرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعنا جميعا بما أنزل فيه وله من الهدى والبيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الجبار فإن أجسامكم على النار لا تقوى، وتذكروا أنكم في شهر كريم قال فيه صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء من الشهر، فسألهم عن ذلك فقالوا إنه يوم صالح نجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام وقومه، وأغرق فيه فرعون وقومه، فكان موسى عليه الصلاة والسلام يصومه شكرا لله، فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه وأكد على ذلك، حتى أنه نادى في يومه قائلا من كان أكل فليمسك ومن لم يأكل فلا يأكل، فإن اليوم يوم عاشوراء. فكان صيامه سنة مؤكدة، بين صلى الله عليه وسلم أنه يرجو أن يكفر الله عز وجل به السنة الماضية. ولما كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع
يعني من مع العاشر، وقال خالف اليهود، فكانت سنته صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها الأمة ألا يفرد يوم عاشوراء بالصيام، وأن يصام يوم قبله أو يوم بعده، هذه سنته صلى الله عليه وسلم. ولكن صوم يوم عاشوراء وحده جائز، لأنه من فعله صلى الله عليه وسلم، فأقل الصيام أن يصوم المرء يوم عاشوراء، وإن صام يوما قبله أو يوما بعده فهذا أفضل وأكمل، وإن صام غير ذلك من شهر الله المحرم فإن ذلكم ثواب محصل من فضل الله عز وجل. فاجتهدوا عباد الله في تحري سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، وأن تخلصوا لله عز وجل، فإنه هو الغفور الشكور. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا هداة مهتدين، وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.